يعني البارح اتصل بيا واحد من الجماعه اللي كانوا مع بوتفليقه، هذه الاخوه، وربما راه الان هو من بين الاخوه اللي راهم يستمعوا فينا. تخيل اخي حسين، يقول لي من انه عنده ملفات نتاع فساد تعد بالالاف المليارات، الاف المليارات. تخيل تحدث هذا الشخص على الملفات نتاع الفساد، جاو ليه زوار الليل على الساعتين نتاع الليل وهزوه، والان راهو صار متهم بعد ما كان هو انه يحاول يحارب الفساد، صار متهم بالفساد. اي شيء طبيعي، يعني السيستم، يعني السيستم يحافظ على نفسه. هذا هي، لانه شوف احنا لما تكلمنا عن الناس اللي رايحه للطرطاق والجماعه نتاعو اللي راهم محاكمين المجرمين، لازم تعرف انه كاين ناس، لان نعرفهم كانوا ضباط صغار، يعني كانوا والله، يعني طريقه اللبس نتاعهم لما تشوفهم تقول هذا سبحان الله مسكين، يعني نديه نخلص له قهوه، وهذا كل اللي كان يصرف الحكم. فلما تشوفهم الان والله يعني عندهم ثروات وعندهم فيلات وعندهم، يعني يحكيوا للجماعه، فصراحه يعني تتوحد الله سبحانه وتعالى، يعني عندهم اموال ما تاكلهاش النيران. لما اقول لك انا هذا يعني مش خبر اللي جبته انا، جبته جريده الخبر، جنرال حاكمينه في المطار كامل عبد الرحمن عنده ليكيفالون تاع 9000 مليار دينار. تصور يعني واش دير ب 9000 مليار دينار؟ الناس اصبحت عندها اموال، والله يقول لي واحد تاكلها الطبات، ما عندهمش يعني وين يخزنوا الدراهم، ياكلهم الطبات الدراهم ديالهم، ومساكين مساكن ما عندهمش حتى باش يداويو.